ايوه طيب مرتين بالاسبوع منيح؟ طيب اوكي شكرا كلك ذوق. مرحبا حبيبي. يعني لو ما اجيت كنت استغربت. لك يا حبيبي انا ما بقدر بلاكي يا ملاكي ما بقدر بلاكي. لك انا بتقدر تزعجني؟ ايه علينا على هالقصة. امتى بدها تروق الاميرة؟ امتى بدها تروق تغفر لي؟ بدي اشتغل. مليت انا. شو تشتغلي؟ ليش انا منقص عليك شيء؟ ولك افهم يا بني ادم افهم، عم اقول لك مليت مليت، ولا تقعد تقول لي هلا عندك علاقات. طيب محلوله، اشتغلي عندي بالمعمل. ايه لا، لا ما عرفتك شو فلهوي، حبيبي انا بدي اشتغل مضيفة طيران. مضيفة طيران؟ دخيل عينك يا ابو حيران، هاي الشغله بدي اياها منك. هاي الشغلة بمليون شغلة، وإلا والله باكل قتلة. ما ينسى قتلة من روح روحي باكلها. اطمن يعني. تسلم لي عينك، ألف شكر، وأنا تحت أمرك مثل ما بتأمر. الله معك، مع السلامة. لك يا بيبي يا بيبي يا غنوجي. انت ابشيني امش، لك ان شاء الله بتقبشي قلبي. يلا طعميني لانه انا جعت كثير. طعميكي. لا تعالى رأيكي. بس بتعرف شو؟ قولي لي. اذا هالمره طلعت عم تكذب علي، عن جد بحياتك ما بقى تشوف وشي. شو بنا قدام عينك حاكي لنا الرجل. يلا 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 يلا. مين بيبي انا؟ انا يا روحي انا. بس حبيبتي والله العظيم مالي حابب لك هالشغله. ابو خالد؟ خلص خلص مثل ما بدك مثل ما بدك خلص. والله والله يا ابو خالد هالمره اذا بتكذب علي ما عاد سامحك بحياتي اصلا. لك يا روحي يا عيوني، في مره طلبتي شيء وما سويت لك يا لا. هي شو بدي احكي لاحكي، كول تقبرني كول. حبيبتي انا لازم اقوم اروح على المعمل، عندي شويه شغل ومساء بنلتقي. ماشي حبيبي ماشي يا عمري. روحي اليوم تلبسي لي طقم التركوازها. ايه فكرة معينك، بس مو تقعد بس علي قدام العالم مخجل انا. لك تقبشي قلبي، لك مو بايدي، مو بايدي، والله مو بايدي. اسلموا يا عمري. اسلموا يا بيبي، باي. الو شامو تقبريني باركيلي واخيرا رح صير مضيفه. مبروك حبيبتي مبروك. شبكي شامو صوتك مو عاجبني. يبدو انه قصتنا بلشت مثل الحلم، رح تنتهي مثل الحلم. خلصنا شامو خلصنا، الخلاف ملح العلاقه. هيك ابو خالد بيقول لك؟ ابو خالد قال لي الدولار كذا الطقس كذا. شو ساوي لك انا اذا هو مسبع الكارات؟ لك كانه هذا الحوار صاير بيناتنا قبل هالمره انا وياكي. ليول حبيبتي ليش ما عم تسالي عني؟ اشتقت لك انا. من اخرتها شو بدك؟ بدي تنزلي معي على السوق، بدي اجيب هيك كم قطعه للجهاز، يعني انا وشام سوا. بهالسرعه؟ اي والله هو نازل على البلد يتزوج ويسافر، اذا بدك جيبي شام معك. ايه شام ومنصور تركوا بعضهم. عم تمزحي؟ لسا امبارح كان منصور طاير عقله من الفرح. ستي بكره بيتصالحوا. ما بظن، شكل القصه هالمره كتير كبيره. يلا روحي نحكي بعدين. باي باي باي. اهلين يا بيبي. شو هان ان شاء الله يقبرني يا رب. شو ها؟ من زمان هيك؟ عجبتك بيبي؟ لك شو عجبتيني؟ والله فالجتيني وحياة الله. لك انتي روح روحي انتي. حياتي. طيب يلا شو رأيك نمشي؟ نمشي روحي نمشي. يلا ها؟ منين الرسالة؟ يعني شو جاي على بالك نتخانق؟ لا بس يعني
هاي ديما بتحب تشوف؟ لا لا خلاص 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 مشي الحال تفضل. يلا كنت عرفانة انكم رح تتصالحوا. بتعرفي شو؟ تأخرت شي 15 يوم. لازم تروحي لعند الدكتور لأنه مو معقول بس تتأخر شغلي صوب بتضيق الخلق بكره حياتي. أنا صايرة عصبية كتير ما بعرف شو عم يصير لي. لأ وهداك اليوم قمت قعدت هيك لحالي فجأة وما بعرف شو حسيت هيك إحساس غريب جواتي ما بعرف شو عم يصير معي. لأ ومنصور صالحته بسرعة يعني بالعادة أنا مو هيك. خلص منروح لعند الدكتور اليوم. بيني وبينك أنا لازم روح بدي شوية فحوصات. لك صحيح ديما رح تتزوج ومحسوبتك هي اللي بدها تجيب للتفريع. ايه قال لي منصور هيك شيء. يا الله شوب كتير ما يلا قايمة البس حاش تنقي لازم نروح لعند الدكتور. اي مبروك الحمل واضح. رح اوصف لك حبوب ومقويات وحاولي ما تتعبي حالك بهالفترة. لا لا الولد ما رح نزله بخبر منصور ونتزوج. لما عرفتوا من زمان اني كنت على علاقة كلكم لمتوني. ليك هي انتي حامي خلصنا شامة ما بقصدي لا تزعلي مني. انتي مو معقولة انا عم فكر كيف بدي خبره لمنصور وجاي هلأ تصفي حساباتك. خلصنا تقبريني لا تزعلي والله أعرف ما قصدي. زعلاني؟ لا ماني زعلان. ولك انت ما عاد تفهم كم مره قلت لك لبقى على هذا الرقم لبقى بدي انساه. لعن عني حبيبي حبيبي غنوزي. حبيبتي أنا هلأ عم فكر مشان هي رفيقتك في دكتور بيساوي هي العملية. أيوة وأنت شو عرفك؟ لأنه في واحد اللي أنا رفيقي كان له صاحبة يعني عملت لها إياها أربع قصدي عملتها عنده هذا الدكتور أربع مرات. قلت لي رفيقك طولي بالك المخلوقة الله ستر عليها وسافرت لألمانيا. حكي لي الحقيقة حكي لي الحقيقة يا بيبي ما رح أخنقك. وقتي الله شوي صار عنده ولد. لحظة 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 وانت شو عرفك انه صار عنده ولد؟ يعني هي كل ما بتنزل عالشام إلا هيك تتصل فينا بالتليفون تطمن علينا حكت لي. ايوة وامتى آخر مرة اتصلت فيك يا بيبي؟ ما بقيت اتذكر هي من زمان كتير يعني ما بقيت اتذكر اصلا. ايه هيك لكان. يلا عن اذنك يا بيبي بس راجعه مشان نكمل حديثنا. العمم اغباني شو بدي بهالشغله انا؟